بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم وزياراتكم ببركة الصلاة على محمد وآله. الإنسان محركه الأساسي في حياته فكره، ما يدور في فكر الإنسان وما يقتنع به هذا الإنسان هو الذي يحركه بالدرجة الأولى. من الذي جاء بكم إلى زيارة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام وزيارة السيدة المعصومة؟ ومن الذي ذهب بالآخرين أو ببعض الناس الآخرين إلى الذهاب إلى أماكن لعله فيها المعصية؟ القناعات، أنت مقتنع بزيارة الإمام الرضا، هذه القناعة جاءت بك إلى مشهد وإلى قم، وذاك البعيد له قناعة أخرى ساقته إلى مكان آخر. القناعة فكر دار في ذهن الإنسان واستقر على ذلك الفكر ذلك الإنسان، ولذا نجد في الآيات الكريمات والروايات الشريفة وفي الأحكام الشرعية نجد تأكيدا على الفكر وما يتعلق بالفكر. في القرآن الشريف نجد كلمة يتفكرون تكررت كثيرا، وفي الروايات مثلا نجد في وصف أبي ذر رضوان الله تعالى عليه إن أكثر عبادة أبي ذر التفكر، مع أن أبا ذر رضوان الله تعالى عليه كان له من الأعمال والعبادات الكثير، من عباداته من صلاته صومه إلى جهاده
تأذيه في ذات الله سبحانه وتعالى، إلى أن مات جوعا نتيجة جهاده. حمله معاوية من الشام إلى المدينة، أركبه على جمل أو ناقة بدون غطاء، وشدت رجله على بطن الناقة أو الجمل من الشام إلى المدينة حوالي 15 يوم، بحيث أنه عندما وصل إلى المدينة وفتح القيد تناثر لحم فخذه 15 يوم أو أكثر ملاصق على ظهر الناقة أو الجمل، ومات جوعا، بعد إلى الربذة وهناك ماتت شياهه ومات من الجوع في ذات الله سبحانه وتعالى. ولكن أكثر عبادته التفكر. لماذا؟ لأن مواقف أبي ذر رضوان الله تعالى عليه كانت ناشئة من قناعته، من فكره، ولولا القناعة أو الفكر ما كان يقوم بهذه الأمور، كما أن الآخرين لم يقوموا بها أو كثير من الآخرين. ولذا في الأحاديث الشريفة نية المؤمن خير من عمله. لماذا النية خير من العمل؟ طبعا النية غير التمني، كثير من الناس يخلط بين الأمرين. كل واحد من عندنا يتمنى لكن بدون أن يقوم بعمل، أو هذا التمني يؤثر في عمله، هذا تمني. لكن النية معناه القصد، يعني الإنسان يفكر في أمر ثم يقصد ذلك الأمر. فنية المؤمن خير من عمله. لماذا؟ لأن النية هي سبب العمل، وهي التي تعطي اللون للعمل. الذي يصلي لله سبحانه وتعالى والذي يصلي رياء، شنو الفرق بينهما؟ بالظاهر يمكن هذا اللي يصلي رياء ظاهر صلاته أفضل بالظاهر وأجمل وأكثر تأثيرا في الناس الذين ينظرون ظاهر الأمور، لكن هذا صلاته المرائي تتحول إلى ويل وبئر في نار جهنم، فويل للمصلين، إلى أن تقول الآية الذين يراؤون، وذاك صلاته تتحول إلى قرب إلى الله سبحانه وتعالى، أو توجب القرب إلى الله سبحانه وتعالى، وتتحول إلى نعيم في الآخرة وفي الدنيا أيضا. الفرق ما دار في ذهن هذا وما دار في ذهن ذاك. يسأل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن هذا الحديث الوارد عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، إذا اثنين تقاتلا، طبعا اثنين وكلاهما مبطلان، يعني كلاهما بالباطل تقاتلا، مو أنه واحد على الحق والثاني على الباطل، لا، إذا تقاتل اثنان فالقاتل والمقتول في النار إذا كان قتالهما على باطل. فسألوا الرسول صلى الله عليه وآله هذا القاتل، خب قتل إنسان مسلم ويخلد في نار جهنم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ المقتول ليش يخلد في نار جهنم أو يدخل في نار جهنم؟ الرسول صلى الله عليه وآله حسب الرواية اللي يرويها الإمام الصادق عليه السلام يقول لأنه أراد قتل صاحبه. هذا المقتول لو كان يتمكن كان يقتل، لكن ما تمكن فقتل، فلأنه أراد هذه النية، هذه الإرادة، وهذه الإرادة مو مجرد فقط فأمر دار في ذهنه فقط، بل حاول تطبيقها عملا، جرد السيف ليطبق ما أراده، لكنه لم يتمكن من ذلك لأنه أراد قتل صاحبه. هذه الإرادة، هذه النية سببت دخوله في نار جهنم.
فلذا على الإنسان في المرحلة الأولى أن يصفي نيته، يصفي فكره. الوالد رضوان الله تعالى عليه في إحدى كلماته حول مسألة اللاعنف يذكر أنه اللاعنف لازم يكون مو فقط في العمل، في اللسان والقلب. يعني الإنسان لازم يكون أن لا يكون عنيفا مو فقط في أفعاله، مو فقط في لسانه، بل حتى في قلبه. وكان ينقل هذه الرواية المروية عن نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام: أحبوا أعداءكم. أعداءكم يعني مو أعداء الله طبعا وأعداء رسوله، أعداء الله وأعداء الرسول وأعداء أهل البيت يجب بغضهم، لأن هذا من أصول الدين أصلا، البراءة من أعداء الله. لا، أكو هناك عداوات شخصية لا ترتبط بالله وبالرسول وبأهل البيت عليه وعليهم الصلاة والسلام. عيسى يقول أحبوا أعداءكم. ليش؟ لأنه لو صفيت قلبك ونيتك هذا راح ينعكس على أعمالك، فالعداوة قد تتبدل إلى ولاية، إلى صداقة، كما في الآية الشريفة: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لأنه الإنسان إذا صفى قلبه راح يظهر على أعماله، على جوارحه، على وجهه، على كلامه، وبالتدريج ما ظهر من القلب أيضا يؤثر في الطرف الآخر، وقد تتحول العداوة إلى صداقة. فأولا على الإنسان أن يهتم بنيته وبفكره، يحاول أن يصفي الفكر والنية. المرحلة الثانية، هناك كثير من الأمور الإنسان لا يجهر بها في المجالس العامة، يراعي الشؤونات الاجتماعية، لكن في الجلسات الخاصة حينما يجلس مع أخلائه، مع أصدقائه، مع الحلقة القريبة إليه، قد يصرح بهذه الأمور، وهذا التصريح وهذا الكلام قد يؤثر على الطرف ويتأثر الإنسان. كثير من الأحيان الجلسات الخاصة تؤثر فيه ويؤثر فيها. ليش؟ لأنه في الجلسات الخاصة قد يغري أحدهم الآخر بمعصية الله سبحانه وتعالى. في المجلس العام هو ما يقدر يقول للناس أنه افعلوا هذا الفعل الذي فيه سخط الله سبحانه وتعالى، لكن في المجلس الخاص مع أصحاب سر مثلا قد يصرح الإنسان ببعض الأمور التي يتحاشى من التصريح بها في المجالس العامة. الله عز وجل يقول الأخلاء ذولا في يوم القيامة أعداء. ليش؟ لأن أحدهم أغرى الآخر، أو نفس الجلسة كان فيها إغراء في الدخول في المعاصي. إلا المتقون، إلا الناس الذين يخافون الله سبحانه وتعالى ويتقون عذابه، ذولا في الجلسات الخاصة يحاول أحدهم أن يهدي الآخر. إذا الثاني هم شوية على كل حال في زيادة ونقيصة، الأول يحاول أن يصلحها. الجلسات الخاصة أيضا بعد التفكير، بعد فكر الإنسان، تؤثر في قناعات الإنسان وفي عمل الإنسان. وكثير من الأمور إن كانت من أمور الخير أو من أمور الشر والعياذ بالله، منشأها كانت الجلسات الخاصة. هذه المدرسة مدرسة جدا مباركة، أسسها الوالد أيضا رحمة الله تعالى عليه، وتقوم بخدمات كثيرة هذه المدرسة. على كل حال، من جملتها في إحدى السنوات قبل سنتين أو ثلاث سنوات، فيها جانب صالات يعني أو غرف للدراسة، وفيها أيضا غرف تستقبل
الطلاب من العلوم الدينية اللي هم زوار الإمام الرضا، مسؤول المدرسة قال لي أنه قبل سنتين أو 3 سنوات استقبلت المدرسة أكثر من 8000 طالب علم من زوار الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. على كل حال مدرسة مباركة. منشأ هذه المدرسة كان جلس الوالد في الكويت رحمة الله تعالى عليه، كان جالس مع شخص فاقترح عليه أن يؤسس أو يتبرع لبناء مدرسة في مشهد. كلام يمكن دقائق، ما كان هذا الكلام أكثر من دقائق، بالنتيجة كانت بذرة مباركة ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، تحولت كلمات إلى صرح شامخ. فأيضا الإنسان لازم يحاول بعد ما يصفي فكرة ونية وقناعات بما يرضي الله سبحانه وتعالى، يحاول أيضا في مجالسه الخاصة، في جلساته، في قعداته مع أخلائه، يحاول أن يكون هناك الكلام الذي يدور فيه الخير. الآية تقول لا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. الإثم باعتبار أنه في هذه الآية وقع مع، يعني استعمل مع العدوان، المعاصي الشخصية الذي لا تتعدى على الآخرين. واحد مثلا ينظر إلى أمر حرمه الله سبحانه وتعالى، وما أكثر في هذه الأيام المناظر المحرمة خاصة مع انتشار الفضائيات وما إلى ذلك، هذا إثم. أو لا سمح الله يشرب الخمر مثلا، هذا إثم. وفي إحدى الآيات القرآنية استعملت كلمة الإثم وأريد بها الخمر. والعدوان، لا تتناجوا بالإثم والعدوان، يعني التعدي على الآخرين. واحد يغري صاحبه بأن يأكل أموال الآخرين، أو يؤذي الآخرين، أو يتخذ مواقف سلبية من الآخرين، مواقف لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. والعدوان ومعصية الرسول، تكلمون معهم أنه لا تسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، لأن الإثم والعدوان هو يشمل أيضا معصية الرسول، ولكن لأهمية هذا الأمر أنه واحد لا يعصي رسول الله صلى الله عليه وآله في أمر. وتناجوا بالبر والتقوى، البر الأعمال الذي تصل للآخرين، إكرام يتيم، إطعام طعام وما إلى ذلك. والتقوى، تقوى لعله بالمقابلة المراد بتهذيب النفس في هذه الآية، أو لعله يشمل أي نوع من ما يخاف الله سبحانه وتعالى منه. فالإنسان يصفي فكرة، وهذه فرصة مناسبة، يعني واحد مبتعد عن مدينته وعن مكانه وعن التزاماته الاجتماعية، فيمكن للإنسان في يستفيد أكثر من بركات الإمام الرضا وأخته المعصومة عليهم الصلاة والسلام، وفي هذه الأيام المباركة. وتناجوا بالبر والتقوى. المرحلة الثانية أنه في جلساتك الخاصة حاول أن يكون الكلام بما يرضي الله سبحانه وتعالى، تشوق صديقك على القيام بأعمال الخير أو بأعمال ترضي الله سبحانه وتعالى. طبعا بين قوسين هذه الآية اللي تلوناها هي في سورة المجادلة، وهذه السورة من السور الاجتماعية إذا جاز التعبير، لأن سور القرآن كل سورة إلها غرض أساسي وهدف أساسي. بعض السور هدفها الأساسي يتعلق بالعبادة، بعضها يتعلق برفض الأصنام مثلا، بعضها يتعلق في الجانب الاجتماعي. وهذه السورة، سورة المجادلة، أيضا تتعلق بالجانب الاجتماعي، تبدأ بأحكام الظهار وتنتهي إلى هذه الأمور، لأن الناس عادة هذه السورة هم بعض آياتها
نزلت في هذا الجانب، أن الناس في كثير من الأحيان نواياهم مو صادقة، مو صافية، لكن عمله فد عمل ظاهره جميل، وهنا المشكلة. عد في أول امتحان، أول صعوبة يتبين الباطن. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: ما نوى امرئ أمرا إلا ظهر في صفحات وجهه وفلاتات لسانه. كل شيء الإنسان ينوي بالنتيجة راح يظهر على عمله، فإذا نيته ما كانت صافية بس عمله في الظاهر جميل. في أقل منعطف، أول منعطف، أقل صعوبة راح يتبين في عمله. لذا في الحديث الشريف: لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده، بل انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة. بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله كانوا لأجل أن يبينوا أنهم شخصيات، أشخاص مهمين، شوية كشخبي، كانوا يأتون ويزاحموا رسول، وكانوا يزاحمون رسول الله صلى الله عليه وآله ويناجوه، يعني يتكلمون معه بالخفية كأنه عنده فت كلام مهم، فت سير، فت كذا، شوية يتكاشخ بهذا الأمر. الله عز وجل راد يكشفهم ويبين حقيقتهم، وهذا هم من السنن الله سبحانه وتعالى في الكون. الإنسان الصحيح الله عز وجل يظهر صحته ولو بعد حين، والإنسان اللي مو صحيح الله عز وجل يظهر سقمه ولو بعد حين. إذا كم يوم هم الناس انخدعوا بي، لكن الله سبحانه وتعالى يظهر حقيقته في الدنيا قبل الآخرة. الآية بتقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. طبعا أكو تأويل الآية أن المقصود بالمؤمنين أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لكن تفسيرها الظاهري أن المؤمنين يعني الناس المؤمنين يطلعون. فنزلت آية أنه إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. إلى البارحة كانوا يجون يتكاشخون عند الرسول، يبينون أهميتهم، ظاهر بدون واقع، أو ظاهر شيء الواقع شيء آخر. الله راد يكشفهم: قدموا بين يدي نجواكم صدقة. والآية هم ما عينت جقد الصدقة، يعني بأقل مقدار بسيط يصدق عليه الصدقة هم كان يكفي. بعد نزول الآية تبين أنه ذول اللي يجون وكذا وعنده كلام خاص وسري ومهم وكذا، تبين كل كان للكشخة وكل كان لإثبات الشخصية الزائفة وليس الحقيقية. اليوم الثاني ما حد ما إجا وما شاور الرسول وما تناجى مع الرسول، تبين أنه ذول كانوا ناس على كل حال يدورون على شخصية زائفة، وليست هناك نوايا حقيقية صادقة. الله كشفهم، وفي الوقت نفسه لإثبات فضيلة لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، لأن الشخص الوحيد الذي عمل بهذه الآية قبل نسخها هو أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات أن أمير المؤمنين دفع صدقة وجناجى الرسول صلى الله عليه وآله في أمر، ثم دفع صدقة أخرى وناجى الرسول، دفع صدقة ثالثة وناجى الرسول. أي واحد آخر لم يعمل بهذه الآية. اليوم الثاني نسخت هذه الآية: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، زين، إلى آخر الآية. الله عز وجل أثبت كشفهم أن ظاهرك غير باطنك، لكن الآن ما دام عرفتم من أنفسكم أن فكركم ونيتكم لم تكن صافية، الآن نراوي لكم الطريق شنو هو. الآية إلى أخيرها: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، يبين أنه كيف للإنسان أن يعمل ويحاول لكي تكون نيته صادقة. فالحاصل أن علينا جميعا أولا أن نصفي أفكارنا، الأفكار السيئة التي تأتي إلى ذهن الإنسان حتى إذا ما طبقها على أرض الواقع،
ولو ماكو عقاب، لأن النية إذا ما لم تظهر بيد ولسان ما بيها عقاب. عندنا في حديث الرافع الحسد، إذا واحد يحسد في قلبه إذا ما أظهر بيده أو لسانه، هذا من منة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة المرحومة، هذا مرفوع، يعني لا يعاقب عليه، ولكن لا يعاقب عليه، ولكن هذا رذيلة تسبب عدم صفاء الروح. عيسى عليه الصلاة والسلام على نبينا وآله يقول في قضية لأصحابه إن موسى كان يقول لا ترتكبون المعصية الكذائية، أنا يعني عيسى أقول لا تفكرون في هذه المعصية. ليش؟ لأن الفكر مثل الدخان، إذا هنا كان دخان بدون نار، النار تحرق، لكن الدخان شنو يسبب؟ يسبب السواد. يعني إذا في مكان صارت حرارة عالية قبل الحريق وصار دخان وطفوا هذا السبب الذي كان قد يسبب الحريق قبل ما يصير الحريق، الدار شنو تصير؟ تصير كلها دخان، تصير سواد. فكر الحرام أو فكر المعصية أيضا تسود القلب حتى إذا لا يكون هناك عقاب. هذا الشيء الثاني الأول. الشيء الثاني الفضيحة اللي تصير يوم تبلى السرائر، أي شيء الإنسان مفكر في ذهنه يوم القيامة ينكشف. يعني إذا واحد من عندنا الآن فكر بقتل صاحبه وما قتله، صاحبه عرف أنه هذا فكر بقتله، والناس عرفوا أن هذا كان يفكر في القتل أو في معصية أخرى، أليس هذا الإنسان يسقط من أعين الناس؟ ليش يسقط؟ صير له فضيحة أصلاً حتى إذا ما ارتكب شيء، ولا يعاقبه القانون. يعني إذا واحد فكر في القاتل لا يعاقبه القانون، طبعاً قانون الشرع وكثير من القوانين فيه، لكن يسقط من أعين الناس يوم القيامة. هاي المشكلة الثانية. المشكلة الأولى أنه يسود القلب ويزيل صفاء الروح، المشكلة الثانية أنه يوم تبلى السرائر تصير فضيحة أصلاً أمام كل العالم. فالإنسان يصفي نيته، لا يحمل بغض بالنسبة للآخرين، ألا عنف حتى في قلبه يكون. قلنا طبعا بالنسبة إلى أعداء الله وأعداء الرسول وأهل البيت دي براءة واجبة أصلا ومن أصول الدين وأركان الدين. إذا واحد ما عنده براءة من أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء أهل بيته، هذا إيمانه ناقص أصلا، هذا مو مؤمن. لكن بالنسبة للقضايا الاجتماعية المختلفة، العداوات الشخصية، ومن ثم الأمر الثاني أنه في خلواته، في جلساته الخاصة مع أخلاءه، يحاول أن يصرف الكلام إلى ما فيه رضا الله سبحانه وتعالى ورضا رسوله ورضا أهل البيت. تدرون أكو بعض المجالس، خاصة المجالس الخاصة، فاكهة المجلس شنو هو عند كثير من الناس مع الأسف؟ الغيبة، مع أن الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. من الكبائر أصلا الغيبة، هم حق الله سبحانه وتعالى، حق الله وهم حق الناس. إذا الله هم تنازل عن حقه إذا جاز التعبير، لازم يرضي صاحبه في يوم القيامة، وما يقدر يرضي من حسناته تنقل إلى حسنات صاحبه، إذا ما عنده حسنات من سيئات صاحبه تنقل إلى سيئاته. وأكو في بعض الأحاديث أكو ناس عملوا أعمال كثيرة في الدنيا، يوم القيامة يشوف صحيفة أعماله خالية، وين أعماله؟ لأنه اغتاب فلان وفلان وفلان، فهي حسناته شالوها من صحيفة أعماله وسجلت في صحيفة أعمال الآخرين. وشوف واحد يشوف في صحيفة أعماله أعمال لم يعملها من أعمال الخير، يتعجب ليش؟ لأنه فلان اغتابه فشالوا من حسنات ذاك خلوه على حسنات هذا. ففاكهة المجلس مع الأسف، خاصة المجالس الخاصة، الغيبة. الإنسان يحاول يبتعد، يبتعد إلى البر والتقوى.
بلي السيد الأخ رحمة الله تعالى عليه السيد محمد رضا، هذه كان من خصوصياته باعتبار الالتزامات الاجتماعية وزيارة كثير من الناس، فكان بعض الأشخاص لا يرعون حتى بحضور السيد من ذكر مثالب الآخرين السغيبة أو تهمة. فمن الأمور اللي كان يحاولها عندما كان يدخل في هكذا مجالس الاضطرارات الاجتماعية قبل الجلوس يطرح مسألة تناسب مقتضى الجلسة، مسألة فقهية، مسألة تاريخية، مسألة لغوية، على كل حال فكل المجلس الحاضرون فيه كانوا على كل حال ينساقون إلى الإجابة أو الاستماع إلى ما يدور من كلام حول هذه الآية أو هذه الرواية أو هذه المسألة الفقهية أو هذا الحديث التاريخي أو الأخلاقي أو ما إلى ذلك إلى نهاية المجلس. فالمجلس الذي كان يمكن أن يتحول إلى مجلس معصية يتحول إلى مجلس طاعة، بدال ما الإنسان يكتسب إثم كان يكسب ثواب. فعلينا أن نصفي نياتنا حتى أعمالنا هم تكون أعمال مقبولة لدى الله سبحانه وتعالى، وأيضا في جلساتنا الخاصة نراعي ما نراعيه في جلساتنا العامة، ونخلي الله سبحانه وتعالى نصب أعيننا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها